قصور نطلب ثرى. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. الله أن يدمن في كربلاء سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله، فانتهك يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله، إذ ترك رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أيتان سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم كأنما شرع الإسلام قد أفكى وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى الصيب للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. قر واستقر يا دين جدي وبشراطيب، أنا الذي بشفيك من هالمرض والطيب.
واشعلتك يا دين جدي والأماجيد. قال لي يا ابو السجاد بشكي لك من يزيد. قال لي انا عندي دواء والجسمك يفيد. انا دخلني لك مداوي عالم الغيب بي الدواء يا حسين بتعالج الجسم. ترى علتي صعبة يا ابو الشيمة وسقمي. قال لي بعالج علتك من فيض دم ذبحي إلى الشيعة ولك أبدا مهوعي. قال لا أنا خاف ذبحك يا الولي يهدي مركاني وابقى بليك في الحاير في مكان. قال لا أنا بذبحي بشايد لك مبا. كلمة لفة من ضامع عندي أبد ما يخي. ذبحي وذبح أهلي وشباني ولبدو لازم أسوي لك اسم بالدهر مشهور وخلي الخلق تحجي بفجيعة يوم عاشور. هذا الأمر مكتوب لي الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر قائم آل بيت محمد وقام متقدما إلى الأمام. اللهم صل على محمد. إذا أمرنا بشيء نشارككم بالثواب. سمعت؟ اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الأخوة سووا قيام قبل مجيئي، لكن أنا شفت الجو في الخارج فأحببت أن نتشارك في هذه الأجواء شوي الباردة. خلينا نتحمل كل شيء مسجل، خير الأمور أحمزها، فإذا زاحمك مستمع آخر لك ثواب إن شاء الله. حديث الليلة تحت عنوان جزاء العمل بالمنظور القرآني. حديثنا قرآن الليلة. احنا نعلم بان كل عمل نعمله صالحا كان او طالحا له جزاؤه عند الله، وجزاء العمل
لا تتخيل أنه أخروي فقط، بل هو ينعكس على الدنيا وينعكس على الآخرة. وإنما الآخرة كشف غطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الموضوع له بعد تربوي، لأنني حينما أعلم أثر عملي خيرا أم شرا، قد يأخذني علمي بذلك إلى مزيد طاعة وإلى اجتناب معصية. فحديث الليلة حول بين قوسين بعض ما ذكره المفسرون من أحكام الجزاء في القرآن الكريم، لأن الأحكام أكثر. أنا اخترت من اللي كتبته، مو من اللي موجود في القرآن، من اللي كتبته اخترت 16 حكما. فنريد الليلة أن نتعرف على 16 حكما من أحكام جزاء عملنا الخير والشر. أول حكم هو الحبط. في القرآن هناك فئة من الناس يحبط عملهم. ما معنى الحبط؟ أخذ من الحبط حبط الدابة. خلينا نروح للدابة ونشوف شلون يعني حبطت الدابة. الدابة بعض الدواب لو تعطيها أكل تأكل، تريد تعطيها تأكل، مدام يشوف قدامها طعام تأكل تأكل تأكل. لهذا بعض العلماء دياج يقول أنا أعطيها بقدر وإلا هي ما تنقف. الدابة إذا حصلت على مرعى طيب قد تأكل وتأكل وتأكل. لو سألت لما تأكل؟ لتعيش. لكنها تأكل كثيرا إلى أن ينتفخ بطنها وتموت، فأرادت من الأكل أن تعيش فلم تعيش، إذن بطل عملها. فالحبط هو عبارة عن بطلان عملي، ما له أثر لا على مستوى الدنيا ولا على مستوى الآخرة. الإنسان يحقق بعمله سعادة، هذه السعادة ما تتحقق. في البداية نبي نشوف من هم الفئات اللي يحبط عملهم بالمرة، لا في الدنيا يبقى يمشي ولا في الآخرة. أول فئة الكفار. يقول تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما له قيمة عمله. اليوم واحد يقول لك هذا اخترع نفع البشرية، هذا المسلم ما اخترع شيء، أي أفضل؟ يجون يقولون لا الكافر أفضل لأنه نفع البشرية. من وين هالكلام؟ شلون يعني من وين؟ يعني اللي ينفع البشرية ما له جزاء؟ له جزاء دنيوي. الآخرة والدنيا بالمعنى اللي نتكلم عنه ما يصير إلا بالإيمان، ومن جي نتكلم عن هذا الموضوع. اللي ما عنده إيمان عمل محبط على مستوى الدنيا والآخرة، ما يحقق سعادة، بيحقق له شهرة، بيحقق له مال في الدنيا، لكن الأصل من العمل وهو السعادة لا تتحقق. من بين هذا الشيء بعد قليل. فأول فئة الكفار. الفئة الثانية أيضا كفار لكن بعد أن كانوا مسلمين، المرتد. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ليش ذكر الدنيا صريح والآخرة؟ لأنه كان عنده عمل صالح قبل لا يرتد، مفعول أعماله قبل الردة راحت على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. الفئة الثالثة المشركين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف شرك وارتداد وكفر كل شيء واحد، عدم إيمانهم. خذها من الأخير عدم إيمان. الله ويش يقول؟ الله يقول من عمل صالحا مو لازم يحصل أثر، سواء كان ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، لأن يوجد شرط لازم يتحقق وهو ندل. كلنا نقول وهو لا هي في القرآن وهو، أي من اللي كثيرا نجيبها وهو
وهو شنو؟ مؤمن. بدون إيمان عمله ما من فائدة. إنزين إذا مؤمن وعمل صالح فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. إنزين وش معنى الحياة الطيبة في الدنيا؟ متى تطيب الحياة؟ تطيب بالإيمان. كيف تطيب بالإيمان؟ أكل آية وهو مؤمن يصير طيب. وليش اشترط عمل؟ لأن الإيمان بدون عمل يرتفع، فحتى يبقى الإيمان لازم عمل، فالعمل يبقى الإيمان، وبالإيمان يحصل لدى الإنسان طيب الحياة وسعادة. شلون يعني؟ الذي يؤمن بالله اعتمد على أمر ثابت وهو الله، فيبتهج بالله في النعمة. إذا نزلت نعمة مستانس، الله نعمة لي مستانس. ونزين واللي الله عطاه وهو مو مؤمن، تخيل واحد قاعد يانا هني ويشك في دينه، يشك مضطرب. حتى اللي صاروا ملحدين يقول لك احنا صرنا ملحدين ونبقى ملحدين، لكن خسرنا جوهرة وهي قال شعورنا بالطمأنينة لما كنا مؤمنين. الإيمان يجيب طمأنينة خسرناها. والقرآن آيات كثيرة. شوف النبي ما يقدر يجيب القرآن، هذا من الله. شوف القرآن يقول اللي يؤمن بالله لا خوف ولا حزن. الخوف من المستقبل المجهول. اللي يؤمن بالله يقول الله يدبر أمري أخاف؟ أبدا، أنا جربت الله وأنا جنين في بطن أمي، ما أخاف، اللي يجي من الله خير. فلا يخافه المستقبل المجهول، فهو بنظره ليس مجهولا، هو خير، لأن المدبر هو الله. ولا تحزنه المصيبة النازلة، لأن الله يجعله يتكامل بها، فيقول ما رأيت إلا جميلة. متى خوف ومتى حزن؟ ما في حياة طيبة لولا الله. يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا شنو؟ يشقى. ما في شقاء لا في الدنيا وفي الآخرة. إنزين واللي ما يتبع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا يا أحبة وش وصلنا لنتيجة؟ أن المؤمن عنده عقيدة بالله يبتهج به عند النعمة، ويتسلى به عند المصيبة، ويرجع ويلجأ إليه عند الحاجة، مرتاح. شوف هالكلام كله لخصت آية صغيرة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فلهذا الإمام السجاد يقول فإن الشكوك والظنون لواقع الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. أي منحة أي منة من الله في شك أنت ما تتهنبها. فالإيمان يخليك سعيد. كل عمل يعمله الإنسان هو يريد السعادة، فاللي ما عنده إيمان بالله يشوف الدنيا ملل ما فيها سعادة. تقول ليش ملل؟ قال جربت كل شيء، خمر وبنات ولعبة وكل شيء، ملل. لأنه مفطور على سعادة غير اللي يشوفها بالماديات، فيشعر بالملل، يقول ما لنا إلا ننتحر. حتى بعض المرتدين اختار الانتحار، شاف الحياة ما لها قيمة بعد الكفر. يعني أنا ضربت مثال قبل كم سنة، واحد ترس بتور في جد حفص، لا وقت ترس بتور، قال بروح سترة، وراح سترة، لا وش قال بترس بتور، تترس بتور لا، قال برجع إلى المنامة، راح المنامة ترس بتور، لا وين بروح؟ أنت رايح سترة لو قال ترس بتور، وترس لو أنا قال بروح المنامة، لا وين بترس بتور؟ ورد اللي ما عنده هدف في الحياة، ما عنده الله، يأكل حق يشتغل ويشتغل حق يأكل ويأكل حق يشتغل، حياة لعب لعب. لهذا الله نفى اللعب عن الخلقة، لأن بدون الله لعب تصير. إذن يا حبيبي طولت في الحكم الأول، لأن اليوم نبتلي ببعض من يروج للإلحاد، فيروج إلى أولادنا الخروج من السعادة إلى الشقاء إلى الشقاء. انتهينا من الحكم الأول وإن أطلت فيه. نختصر الأحكام الأخرى. الحكم الثاني أنه هل العمل يبطل الآخر الجنس الآخر لو لا؟ عندي حسنة عندي سيئة. بعض المسلمين من مذاهب أخرى يقول كل حسنة تبطل السيئات اللي قبل كلها، وكل سيئة تبطل الحسنات اللي قبلها كلها. يعني الواحد يموت عنده شمشي عنده شيء واحد، يا حسنة يا سيئة، والباقي كله بطل.
تقول استغلت انا سنين طاعه. قال جت اخر شيء وش صار؟ قال اخر شيء سيئه. قال كل حسناتك راحت، الحين عندك سيئه واحده. رديت سويت حسنه راحت سيئه عندك حسنه. الواحد يطلع من الدنيا عنده شيء واحد، يا حسنه واحده يا سيئه واحده. هذا راي باطل. في راي ثاني ايضا من اراء الباطله يقول لا، فيها عمليه حساب. انت سويت كم حسنه؟ 2000. كم سيئه؟ 1000. تطلع من الدنيا عندك بس 1000 حسنه، لان سلف عليك 1000 مال سيئات شالوا من دفتر الحسنات. تقول لي انا سويت 2000 سيئه و1000 حسنه. قال ما عندك حسنات، انت عندك 1000 سيئه، نزلنا خصمنا هذا من هذا. هذا راي باطل. الراي الصحيح ما عليه علماؤنا، الله يقول واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئه. دفتري في حسنات وفي سيئات، الله بيجازيني على هذه وبيحاسبني على هذه. هذا راي القران الذي يراه علماؤنا وهو صريح. انتهينا من حكمك باثنين، ان ما هذا يلغي هذا، هذا مسجل هذا مسجل. انجي لحكم رقم 3، تجسد الاعمال. اكو نظره الى الجزاء الاخروي الناس اكثرها العاديه تؤمن بها بدون ما تدري. تقول لي يعني ويش يوم القيامه في حساب؟ قال يوم القيامه يقول انت غتبت له، اي غتبت، احنا وش عقوبتنا عندنا للغيبه؟ كذي ودوا النار الغرفه الفلانيه، وانت صليت الليل صلاه الليل في الجنه هذا مكانها، روح خلوا يروحني. يعني عملي انتهى في الدنيا؟ يوم القيامه ما اشوف عملي، اشوف جزاء من الله اعطاني في قبال عملي. هذا المعنى في بعض الايات تدل عليه، لكن هو خلاف ما عليه كبار العلماء. في علماء امنوا به. الله يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، أجر غير العمل، هكذا يقول لك واضح الآية. لكن بالنظر إلى آيات أخرى وروايات عشرات تدل على أنك تشوف عملك، مو تشوف جزاء عمل، عملك نفسه يتجسد، يتجسد يوم القيامة لا في الدنيا. بس الغشاء لف كشفنا عنك غطاءك، هذا الغطاء يخليني ما أشوف. تخيل لو يرفعون غطاء في الدنيا، لو قديما قالوا لو تكاشفتم لما تدافنتم. تخيل أشوف واحد ها على حقيقة بهيمة، شلون بهيمة؟ الغريزة البهيمية هي طافحة في حياته. قدامنا زين، يجينا ساعة رسائل، وشيخنا عندي مشكلة، زوجي برا البيت كذا، المؤمن كذا كذا كذا، في البيت يتحرش بالخادمة، في البيت يطالع أشياء، في البيت كذا، في البيت كذا، عنده علاقات تواصلات كذا. احنا نقول سبحان الله، الله ساتر على عباده. لأن المعصوم، المعصوم لا يدري. شلون يدري؟ مكشوف له الغطاء. مو الأئمة شهود علينا يوم القيامة، يوم الأشهاد، الأشهاد الأئمة، ها؟ يوم ندعو كل إمام، كل أناس بإمامهم، صح لو لا؟ وكنت عليهم رقيبا ما دمت فيهم، نبي عيسى. فهذا الولي في الدنيا ينكشف له حقيقتنا، يشوف ساعات قدامه اسمه إنسان وهو بهيمة، وساعات يشوف واحد سبع. شلون سبع؟ لأنه بس يظلم ويفتك ويؤدي الآخرين. فإحنا الله ستر يوم القيامة منشوف الحقيقة. واحد يقول لكن إحنا ما نتعذب في الدنيا، نتعذب. المعصية عذاب، سميتها تأنيب ضمير أو غير عذاب. واحد يقول والله ده أنا صار لي هالقد أذنب ما أشوف شيء. فرق بين ما في عذاب وبين أنت تعود. اللي تعود على الألم متى يشعر إنه كان في ألم؟ يوم اللي يبرأ يقول طه وير الحياة حين الأول أنا ميت. وكنت عليهم شهيدا ما أحسنت ما دمت فيهم. احنا قلنا اللي يحفظ القرآن يجي قدام في آيات المسجلة، لا بس نصلي على محمد وآل محمد. الله ونودي ثوابا إلى الشيخ، اللهم صل على الآن. هذا الأمر أنا أغتاب، أنا أشوف روحي أكل ميتك،
في القيامة بشوف، في الدنيا ما أشوف بسبب الغشاء. شوف كلمة الإمام علي عليه السلام لفظها أو معناها وش تقول؟ تقول لا وجع على القلب كالذنب. الذنب ألم شديد، لهذا اللي يترك الذنوب ويجي يصير عبد مطيع لله يشعر أنه كان يتألم ولا يدري. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك؟ الحلاوة محروم منها بسبب الذنوب. إذا جربها يقول لا الحياة غير، كنت في عذابنا الحين مرتاح. إذن يا أحبة هذه نقطة مهمة ذكرتها في هذا الحكم، أنه الأعمال تتجسد، فكل واحد له صورة، ما تبقى الصورة دي لازم. يمكن أنا صورة بهيمة لكن قبل لا أموت الله يمن علي بتوبة وصير زين تتحول صورتي. واحد صورة وحش لأن السبع كان يظلم يتوب ورجع الحقوق يصير صورة أحسن صورة. فأنا ما أدري أموت على أي صورة، لكن من الدنيا أنا عندي أعمالي مجسدة. خلنا نجيب بعض الآيات اللي تقرب الفكرة. يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا جزاء أعمالهم، لو نفس العمل ليروا أعمالهم نفس العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، نفس العمل يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعد لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، جزاءكم هو نفس عملكم مش غير. بعد ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعطونها يوفون لها حقها اللي كسبته في الدنيا وهم لا يظلمون، اللي سويته في الدنيا يتعطى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، نفس العمل محضر مش غير. فبعدين تعرف الحياة اللي في عالم البرزخ عمل، والنور اللي يضيء القبر قبر البرزخي صلاة عمل، فالعمل هو نور أو ظلمات. هكذا طولنا في النقطة اتضحت. نجي للحكم الرابع حتى نختصر. عدنا طاعة تكفر كل الذنوب على مستوى الدنيا والآخرة. أذكر نموذجين. النموذج الأول الإسلام، يجب ما قبل الأولى. كل معاصية في زمن الكفر بالإسلام يصفرونها، لا تأثر سوءا لا على مستوى الدنيا ولا على مستوى الآخرة. مثال ثاني التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كأن شيء لم يكن، كلها صفر الصير. فالتوبة طاعة تمحي وتحبط كل السيئات على مستوى الدنيا والآخرة. انتهينا من هذه. الخامس، الأمر الخامس، عدنا معاصي تخلي بعض حسناتي يشيلونها صفر مكانها. شلون يعني؟ أنا رحت العمرة، عمرة رجب، جي يوم القيامة اللي ما في دفتر عمرة رجب وين هي؟ قال شلناها عنك ووديتنا، لبس بطلناها باطلة. كانت صحيحة، كانت صحيحة، سويت سيئة راحت حسنات من عندك. في سيئات تزيل من حسناتي واخسرها. إيه نعم. مثال القرآن يطرح رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله، بعض الصحابة يجرأ الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، لا آمنوا مو كفار، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهو عنده حسنات لكن بعض حسناته تروح بسبب رفع صوته على النبي صلى الله عليه وآله. هذا مثال. الحكم السابع حتى أخلص، في طاعات تكفر بعض السيئات. أجي يوم القيامة خايف من ذنب، يجيبون دفتر سيئاتي اللي ما في، قل أنا ما استغفرت منه، كنت خايف منه، ما موجود، وين راح؟ طاعة شالت سيئة. مثل شنو؟ الصلاة. يقول تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات
يذهبن السيئات. فالصلاة في الرواية الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، من صلاة العصر للمغرب، صلاة المغرب إذا قبلت إن شاء الله ذنوب اللي في العصر صارت مكفرة. فهذا أيضا من ضمن قانون القرآن في جزاء الأعمال. انجي إلى الحكم الثامن، عندي معاصي إذا أسويها حسناتي يودونها للآخر، حسناتي يودونها للآخر. مثلا القتل، أنا لين قتلت واحد مؤمن، السيد العلامة يقول مو بس سيئاتي يجيبونها لي، حسناتي يودونها إلي. ليش؟ احنا خلنا الفلسفة بطريقة عقلائية. هذا اللي عليه الآن خلنا نجي مو ذنوب، ديون. إذا واحد عليه ديون وأنا جيت قتلته، وش ذنب اللي دينه؟ أنا تسببت لهم يموت وما يسدد، فتحول ديونه علي، وقال لا يقبلون هذا الشيء. هذا كان عنده قدرة ينفق على أولاده، أنا قتلته صار أولاده بدون نفقة، يأخذون من عندي ويعطونه لأولاده. فالإسلام يقول، شوف الآية الشريفة، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. أنت مو تريد تقتلني؟ تريد تقتلني؟ أنا ما بقتلك، أنا ما بتستسلم إليك، لكن لين قتلتني أنا ما بحاول قتلك. لين قتلتني آثامي اللي علي تروح عليك، لأن المؤمن لو عاش يمكن يتوب، فعنده فرصة يكفر ذنبه. أنت لما قتلته ما عنده فرصة يكفر ذنبه. الحسنات لو عاش بيسوي طاعات، انت لما قتلت منعت من ان يسوي طاعات، فيشيلون سيئاته وينطونك وياخذوا حسناتك وينطونه. هذا مثال قرآن. خلنا نجيب مثال روائي، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يؤتى بأحد يوم القيامة بين يدي الله ويدفع إليه كتابه، أعطوه دفتر حسناته، فلا يرى حسناته فيقول إلهي ليس هذا كتابي. قاعد في المدرسة أنت، هذا الله ما يخطأ، يقول هذا مو كتابي، أنا مسوي حسنات ما موجودة. هذا غير اللي راح من شوي، كنا اللي يرفع صوته على النبي حسنات شالوها ما عطوها ناس غير، هني لا، حسنات شالوها عطوها ناس غير. فيقول ليس هذا كتابي فإني لا أرى فيه طاعتي. فيقال إن ربك لا يضل ولا ينسى. شنو مو كتابك؟ ذهب عملك باغتياب الناس. شنو حسناتك أعطيناها اللي اغتبتها. ثم يؤتى بآخر، شخص آخر، ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة فيقول إلهي أنا مستأنس يعني بهالكتاب، لك مو مالي، ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال لأن فلان اغتابك فدفعت حسناته إليك. قريت مقال مرة لأحد العلماء مذاهب أخرى، جابوا قصة له، جاء إليه شخص قال له أنت الذي اغتبتني؟ شو جاوبه؟ قال ومن أنت حتى أعطيك حسناتي؟ أنا بغتب أغتب أبوي، هو أولى بحسناتي، أروح أعطي الغريب وخلي القريب. يعني هو شايف الرواية، لا شايف الرواية أن أنا أغتابك حسناتي ودونها لك، قال أنا أعطيها غريب ليش؟ إذا بسويها بعطيها أبوي. فهذا قاري الرواية. فإذا إحنا ساعات نظلم، يشيلون من عندنا، من المظلوم يعطونا سيئات، من عندنا تروح، فلازم واحد يحاسب، لا يقع في الغيبة. ولو نبي نفلسفها، الغيبة كشف عيب مستور، الله ساتر عليه الناس تحترمه، يوم فضحت أنا سقطته، فشالوا من كمالاتي ثوابي عطوه، فتكامل عند الله بثوابي، لأن أنا هتكت الستر. هكذا انتهينا من هذا الحكم الذي هو رقم 7. رقم 8، معاصي أنا أسويها تسجل علي وتسجل على شخص آخر، أنا وهو، إذا هو ما سواها أنا سويتها، كل ما يسويها واحد يسجل عليه وعلى ذاك الشخص. عرفتون قصة؟ إذا واحد سن سنة سيئة، سوى بدعة، جاب فكرة ضالة، أنا لين قلت كفكرة ضالة والناس راحت سوتها،
أنا كذبت، أي واحد ذنبي سجلوا لي، لكن ذاك لما خدع بي وسواها وهو ما أخذ دينه وعقيدة من ناس موثوقين، هو مسكين مو ما يدري، يدري أخذ مني ويدري إن هي ميزينة، فهو راح شنو؟ راح يعاقب على فعله وأنا أعاقب على فعلي بالكذب وعلى فعله لأن أنا تسببت له. هذا يخوف ترى يا جماعة، احنا واقعين فيه. شلون واقعين؟ أجيب ثلاثة أمثلة. المثال الأول جاب أحد المقاطع العراقية عجبتني، واحد شاب سوى مقطع فيديو ناصح، يقول الإنسان قد يشاهد مقطع فيديو خلاعي في نظره أنه وقع في معصية النظر فقط، وهو لا يعلم أن بمشاهدته للمقطع قد أزاد عدد المشاهدين للمقطع، فصار المقطع له مشاهدون كثر، فيأتي في الصفحات الأولى اللي تبرز للمشاهدين الجدد بسبب أنا وذاك اللي طالعنا، فيصير العدد يزيد، احنا روجنا له بمشاهدتنا له، فنحن نتسبب في نشر هذه المقاطع شئنا أم أبينا. هذا لين اللي سووا اليوتيوب وغيره، هذا لين مو مؤمنين بالله ويخافون الله ويقول لا 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 استر استفادة سيئة، لا هذا انت حين شغل المحاضرة في الوسط يجي إعلان مو زين، ما عندهم هالقيم اللي عندنا، وبالتالي قد أكون أنا في نظري عصيت معصية واحدة وإذا بكل من شاهد بسببي أنا شريك. خوف، هذا واحد. اثنين، واجد تغريدات أفكار ضالة، بعضها أفكار تتعارض مع الدين، ليبرالية بامتياز، يجي واحد مؤمن لايك عادة تغريد، ليش تنشر ظلام؟ هاي ظلام انا اعرف الان. في ناس يحملون رجال الدين كل السلبيات، وهذا شيء مستهدف في الاسلام الان، حتى تقدر تعبث بالدين اول خلي الناس تنفر من رجال الدين تالي خذ راحتك، ويجي واحد ايه رجال الدين لو رتويت وغير انا ما ادري. ثالث واتسابنا كل يوم جاي انشرت انشر كذب على امير المؤمنين عجبني ايه كلام ما يظلم علي هراء، هذا أكثر ساعات مال التنمية البشرية وشي مو مال علي، وانشرت أجر بدون تثبت، تب ثواب روح موقع عالم مرجع خد فتوى صحيحة وانشر خدها من مصدر صحيح. فإحنا ساعات أنا لي ذنبي واللي غرر ربي لي ذنبي بعد، أنا ذنبه ذنب. شوف القرآن يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، بعد وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. تخوف الواحد يحاسب. الحكم التاسع بالعكس، تنشر طاعة يصير لك ثواب، هذه كلكم وقعتم فيها بأفضل ما يمكن إن شاء الله، ما ربيتون أولاد، ما علمتهم وضوء، ما علمتهم صلاة، يوم القيامة جي حد افتر حسناتك مليان، أنا يا رب اللي عش 70 سنة وهذا ثواب زي من 70، قال انت 5 أولاد علمتهم وضوء وصلاة وطاعة وصوم، مت انت بقبرك وبيصلون عن نفسهم يسجل لهم ثواب ويسجل لك انت اللي علمتهم. صدقي ايه تسوى تسوى لو ما تسوى. واحد جاب 100 دينار اعطاها ماتم، قالوا الماتم نشر معارف أهل البيت أنت شريك في كل من استفاد، تسوى لو واحد جاب 100 دينار عطاها من؟ عطاها مشروع تعليم الصلاة ولا حضر ولا يوم، هو رجاله يوم القيامة يقول له أنت بأقلامك ودفاترك اللي اشتروها من هال100 دينار تعلم 50 طالب في القرية، لك ثواب كل ما صلى وكل ما توضوا. اللي يبي تاجر يا الله يعرف باب مفتوح، الباب مفتوح. وانا اعرف بعض المؤمنين بدون ان تعطيه فلس واحد هو يروح ياخذ لاحد طلبة العلوم محاضرات ويشتغل عليها وينشرها، الناس تتصور هالشيخ اللي ينشر لروحه ده ولا يدري ذاك اللي ورا الستارة ما حد يدري عنه، يبذل وقته وجهده وماله وينشر مقاطع لطلبة العلوم قصده يفيد الناس، فهذا الشيخ الله يثيبه غصبا عليه، وهذا المؤمن الله يثيبه، وكل من يساهم في نشر الحق والحقيقة الله يثيبه.
يعني عندنا قدرة على أن نتاجر مع الله. الآية القرآنية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الأثر، يموت الإنسان يسكون دفتر حسناته، لكن ساعات صدقة تشتغل يجي له ثواب، ساعات علم نشره إليه ثواب وهو ميت في قبره. فالله يقول: ونكتب ما قدموا بعد وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. العاشر: تضاعف العقوبة ساعات. واحد ذاك البعيد يزني غير يزني في الكعبة، صح لو لا؟ عدل لو لا؟ المكان له دور. واحد يعصي غير يعصي في شهر رمضان، واحد عادي يعصي غير عالم مرجع يعصي، صح لو لا؟ أحن نساء النبي نفس بقية النساء؟ لا طبعا، بعض الأحيان في خصوصية تخلي الإثم يضاعف. يقول تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. مو عذاب واحد، ضعفين. فلازم واحد يراعي أيضا، يشوف المكان والزمان، رمضان، مكة، شخصيته، تأثيرها. هذا بعض العلماء يقول لأولاده: استروا علينا إذا انتصرتم مو زينين. بيقولوا أبوهم لو صادق نفع أولاده أول، فكل خير كلامه يذهب بسبب سوء تصرف ولد. فالله يقول لنساء النبي: ترى أنتم مو أي نساء، إذا صار مشكلة الناس تزهد تسمع للنبي بسببكم. الحادي عشر: هناك طاعات توجب المضاعفة. هذا طبعا احنا اولا كل طاعة تضاعف، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها الجميع، لكن في ناس يضاعفون لهم ازيد. بسألكم امير المؤمنين، نزلت آية الولاية، وش مسوي بديك اليوم مرهن؟ ها متصدق بشنو؟ كم قيمة الخاتم يعني؟ مو فد شي دوبال، لكن خلوص الإمام إذا صلى ما يشغل شيء عن الله إلا ما يرضي الله، فهو في الصلاة وهو في التصدق، لأن أي شيء غير الله ما موجود، بس وش اللي يرضي الله قدامه؟ خلوص أهل إلى هالمقام. إحنا نقول أمير المؤمنين يقول: أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة. هو ذكر هذا مهيمن بحيث لا يشغله ذكر على ذكر، لأن التوحيد عيشه بكل معاني، فصار مؤهل يكون هو الإمام. فالنفقة الله يقول عنها: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة فقط، قال: والله يضاعف لمن يشاء. الإخلاص لدور والظروف لها دور. أنا أعطي دينار وشيخ فاضل يعطي دينار، يوم القيامة ثواب عظيم عنده. ليش؟ قالوا إخلاص أزيد. مرة ثانية: ليش؟ قالوا هو ما عنده لها دينار ودفعه، وانت الدينار ده تراب تحت فلوسك. في فارق. فكل الظروف تخلي عملية المضاعفة، المؤمن يسعى إلى أن يحصل على المضاعفة. الثاني عشر: هناك حسنة مو تخلي السيئات صفر، لا، تخلي السيئات حسنات. الآن أنا مثلا افترض عصيت الله 10 سنوات وحين تبت، جاء كرم الله وقال مدام تاب نغفر له ذنبه، سووا صفر سيئاته، صفر سووها صفر، حسناتي على حطتها بس سيئاتي صارت صفر. لكن بعض الأحيان أنا ندمي أقول: يا رب أنا بصدق نادم على العشر اللي راحت، لو ترجعني والله لأستثمرن هذه السنوات التي مضت، والله يدرب صدقي. إلا من تاب وآمن إيمان وعمل عملا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف المقام، مديون بمليون في لحظة، بدل مديون عندي مليون، عندي مليون سيئة في لحظة صار عندي مليون حسنة مكانها. هذا كرم الله ولطفه. فالواحد يسعى لأن يتوب توبة صادقة. الثالث عشر: في حسنات أنا أسويها تلحق أولادي، ما سووها
كرم من الله. مثلا أنا بشرح المسألة بعدين أقرأ الآية. ترضوا أن أبوي مؤمن أزيد مني إن شاء الله، الله يعني يتمم له عليه بالصحة، هو مريض عليه بالصحة. الوالد افترض الإيمان أكثر مني، أنا أقول افترض لأن أنا ما أدري هذا الشيء أم الله، لا أدري عن نفسه ولا عن غيري. فهو الآن افترض درجة 10 في الإيمان، أنا درجة 2. يوم القيامة الله يجيبني أبو 2 ورقيني إلي أبو 10. لا تكريم لأبي، شيء أبوي يرضى يودون واحد ما اشتغل زين، إيه هناك ما في غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهناك ما في منافسة، هني أخذ أرض زاحمتك، هناك الجنة واسعة ما حد زاحم أحد، ما حد يزحم أحد. فتتخيل أنت والدك يتمنى لك تعيش في الدرجة الثانية لو العاشرة، الله يمن على الوالد والدنيا يستانس لولا. هذا هو سوى حسنات وصل الإيمان العاشر، أنا ما وصلت مستوى والدنيا. لهذا الإمام علي يقول أعينوني، ترى أنا وأنت يا علي أبو هذه الأمة، أعينوني بورع واجتهاد، الباقي علينا شفاعة هناك. شوف الآية الشريفة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إيمان يقول صاحب الميزان أقل، لأن إذا نفس الإيمان بعد مو تفضل، هذا حالهم حال أبوتهم نفس المستوى، إنما إيمانهم كان قليل. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصنا الآباء، مو شلنا من الأب شوي وعطينا الولد، لا الأب ما نقصنا، شلنا الولد ورقينا للأب، يستانس الأب. كل امرئ بما كسب رهين، هذا الله يقول أنا أعطي الآباء تفضل مني. فلهذا الواحد ساعات يستانس إذا عنده أب مؤمن، يقول لعل هذه الآية تشملنا. 14، في سيئات أنا أسويها مثلها يصيد أولادي وهم سببوا، هم صاحب مشكلة أنا صاحب مشكلة. لهذا البعض يقول شايفها، أنا أسوي الشيء وأولادي يتضررون وش ذنبهم. أتذكر يا سيد رحت منطقة مرة اللي يقول لي واحد أنت أبوك فلان الأستاذ شكله يعني، قلت له قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلا والآباء يضربون المدرسين. إيه فأنا يوم شفت نظراته قلت له قال تعالى ولا تزر، قال لا أبوك ما يضرب. قلت له طالع شكلك أنا أتوقع ضرب منك، قال لا ما يضرب. ففي عرف في فطرتنا أن أنا ماني يذنب فعل أبوي صح ولا، لكن القرآن يقول في حالة يصدر مني ذنب يتعرضون أولادي لهذا نفسه. وهذا يفتح السؤال، ظلم لو مو ظلم؟ إذا كان عقوبة الأولاد ظلم، أما إذا كان ابتلاء إن صبروا أثابهم الله، قبل ابتلاء الله قدر حتى على الأنبياء اللي ما عصوا صح لولا، وعلى الأولياء بل هم أكثر حصة في الابتلاء. فأنا لو أظلم يتامى في أموالهم أتوقع أن أولادي إذا صاروا يتامى ينظلمون كما تدين تدام. ما دام أنت رضيت بظلم الضعاف اللي أبوهم مات راضي بهالقانون بيجري عليك. إنزين وش ذنب أولادي؟ أولادك اللي صبروا الله بيجازيهم بعوضهم، لكن أنت المستهدف أنت أولا، خوفك أنت حتى لا تستغل ضعف اليتامى وتأكل مالهم. يقول تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا يقول فعل يبقى كلام ويسوي فعل يظلم اليتامى مثل ما يخاف على أولاده، لازم ما يجري قانون الظلم على الضعاف. بعد الزنا يا أخوة والنظرة، شوف الرواية عن الإمام الصادق، أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أني مجازي الأبناء بسعي الآباء إن خيرا فخير. وإيش مثال الخيرا فخير؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. بصلاح الأب خلى الأولاد يوصلون للكنز.
إن خيرا الرواية تقول فخير، وإن شرا فشر. لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان. هسه واحد يقول ويش ذنبها بنتي، أنا اللي روح أزني تصيدها هي؟ الله يعلم أن هناك بنات إذا خلقهن وأعطاهن الاختيار سيختارن المعصية. يعلم لو ما يعلم؟ علمه فرض عليهم المعصية؟ لا. أنا الآن صديق إياي 24 ساعة، لو تقول لي لو صاحبك يتعرض له الموقف وش سوي؟ أقول السب. وش بيقول؟ يقول هالكلمة هذا التوقع، يقول والله يقولها، ويتعرض الموقف يقولها، يقول وش دراك عشتي يا عرفة. فأنا أعرف صديقي وش بيسوي، مو الله بعد اللي خلقنا. فالله يعلم أن هذه البنت ستزني، فإذا علم أنها ستزني يجعلها من ذرية ذلك الزاني حتى كما تدين تدان. مو فرض عليها الزنا، لا، الله يدري وش بختار، بس ما فرض علي، أعطاني الاختيار، فأنا وما أعمل. فشوف الرواية تخوف، انجيل النظر الرواية تقول أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء. مرست ورا طائفة هب الهوى، التصقت عباءتها بجسمها فتفصل جسمها، أقوم أنا أطالع. الرواية تقول عن إمامنا الصادق أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم. ترى هي قاعدة كما تريد لها. إذا أنت غيور ما تتعدى على بنات الناس. شوف الإسلام يعلمنا أحكام تربينا. الخامس عشر قبل الأخير، لا أطيل انتهى الوقت، هذا ذكرته سنين مرارا، أن العمل الصالح والطالح له تأثير على الكون. شلون يعني؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بعد نعم تزول بسبب المعاصي، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد، آيات متعددة لا أطيل. هذا على مستوى شنو؟ الأمم. على مستوى الأفراد، إنجيل قارون لما صار سلوك سيء وش صار؟ فخسفنا به وبداره الأرض. وإنجيل يوسف لما صار صالح ابتلي، صلاحه وش أدى؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه اسمع القانون، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أعطانا في الدنيا قبل الآخرة. هذا على مستوى الأفراد والأمام. آخر حكم أن الحق لا يغلب. كيف لا يغلب؟ وإحنا نشوف أن الباطل ينتصر. الحين الشباب يطالعون الكرة، الفريق اللي يجيب جول أول هو الفائز؟ هو الفائز؟ مو شرط. متى يحدد الفائز؟ في البداية أو في النهاية؟ إذا صفر الحكم انتهت المباراة، بعدين نقول هذا فاز. هاي جاب 5 أجوال، 5 لكن آخر 6 فهو مغلوب، صح ولا لا؟ إحنا مشكلتنا ما نقدر نعيش المباراة كلها، إحنا عمرنا 60-70 سنة، فنحكم على المباراة من اللحظات الأولى اللي عشناها نشاهد كلاس أنا في نظري فلان غلب. ما انتهت، تالي يقول لي ترى أنت فريقك غلبوا 7، توش تنايل. إحنا كذي. خليني أقرب الفكرة يا أحبة، الله إذا نجيب عنا مثال يقرب جهة ويبعد من 1000 جهة، لأن الله ليس كمثله شيء. فلا تأخذوا المثال كأنه حقيقة، تمثيل تقريب، تلك الأمثال نضربها ولا يعقلها إلا العالمون، لأنه يشيل عنها اللي تشابه الجسمانيات. أنا الآن جابوا لي قدامي زولية جميلة في نقشتها، بس ما أشوفها لأن علي ستارة. فتحوا هالقد من الستارة شفت جزء، قالوا منعطيك 3 ثواني تحرك الفتحة، حركتها والله ما شوف إلا خط أسود، ما أدري شنو، لا عرفت ويشه ولا عرفت النقشة، لأن أنا محكوم بالزمان والمكان، أنا المخلوق الجسماني. لكن لو شلنا الستارة أشوف كامل في نظرة واحدة السجاد ونقشة الجميلة، أقول ما شاء الله، ما كنت أتخيل كذي.
الله ما عنده زمن قبل عقب، هو خالق الزمان، فالمشهد أمامه ما في قبل عقب. فإحنا اللي محكومين بالوقت نقول مهزوم، أنا مظلوم، أنا مهزوم، أنا شيء. لكن الله يقول هذه الجولة هي بداية المباراة، تنتهي بالانتصار. خلينا نقرأ بعض الآيات اللي طمن أهل الإيمان. الله يقول ليحق الحق ويبطل الباطل والعاقبة للتقوى، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. زين الله قال بيتحقق هالشيء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليش ما يعلمون؟ لأن عايشين في دائرة ضيقة، زمان ضيق، يوم بالانتصار يشوفه، ما يشوفه يقول خلاص. مع أن الله تبارك وتعالى الانتصار عنده غير الانتصار بمفهومنا. وإلا صاحب الليلة صاحب الموسم الحسين عليه السلام، وش عبارته لأخيه ولبني هاشم؟ من لحق بي استشهد، يعني يموت بالمنظور المادي يموت، ومن لم يلحق لم يدرك الفتح. أي فتح أنت تتكلم عنه؟ أي فتح أنت؟ وش عطاك النبي في النوم؟ وش قال لك؟ قال لك كأني بك مرملة. هذا فتح، هو فتح يعرف ما وراءه. ولهذا أخت زينب، مو بعد الحسين، زينب وهي مسلبة أسيرة وتقول لذلك كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. هذا كلمة قيلت قبل 1400 واليوم تشوفها على العيان، على العيان. لو عشنا في ذاك الزمن قلنا من غلب؟ أكيد غلب بها فلان، عبيد الله غلب. لكن اليوم نقول انتصر دم الحسين على كل تلك الأسلحة والعتاد. هو جاء ليستلم رسالة النصر من قبر جده، لأنه بعد أن زوحم في وطن جده أراد الخروج، وجاء ليودع قبور الأحبة. وبدأ بقبر جده، جاء وجلس عند القبر وبكى وبل قبر جده بدموعه، صلى عند القبر ركعات، ثم جاء وجلس قال اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بهذا القبر ومن فيه إلا اخترت لي. وإيش يطلب الإمام الحسين؟ إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. ثم هومت عيناه ورأى جده رسول الله وقد أقبل في كتيبة مع الملائكة عن يمينه وعن شماله، والنبي فاتح باعه لصبته الحسين ضمه إلى صدره، قبل ما بين عينيه حبيبي يا حسين كأني بك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كرب وبلا من عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. ثم قال حبيبي حسين إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إلى لقائك، إن لك في الجنان لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة، كأني بالحسين وقد سمع ذكر فاطمة وعلي والحس والحسن، التفت إلى جده ضمني عندك يا جداه في هذا الطريق علني يا
زماني أستريح. طاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. جد صفو العيش من بعدك بالإكدار الشيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب. فعلى من داخل القبر بكاء ونحب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء. إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا. فاتخذ درعين من صبر وعزم سابق. ودع قبر جده وجاء إلى قبر أمه فاطمة. يا لها من ساعة حينما قال أمه في أمان الله، كأني بالزهرة حنت وأنت ونادت إلى أين يا ثمرة فؤادي، إلى كربلاء إلى حيث مصرعي. لسان الحال أمه فاطمة أحاطت عصابة ببابك، أما فرخك فثلاثون ألفا تحيط بخيامه. أمه لقد أضرموا النار في بابك، أما أنا فتحرق خيامي. على رؤوس أخواتي وبناتي أسقط لك جنينا، أما أنا فتقتل رجالي تذبح أطفالي حتى رضيعي. أين المنادي وحسينا وإماما؟ أمه فاطمة كسروا لك ضلعين، أما أنا فأربعون حافرا صاعدا نازل على أضلاعي. أمه فاطمة أخذوا بعلك ملببا إلى المسجد، أما أنا فالحبال في عنق ولدي وأخواتي من بلد إلى بلد. والمنادي ينادي بالفرجة، أين المنادي وإماما؟ اتمرغ على الرضا وقلب من الوجد دا، عفر خدود ويح قلب بذاك للتراب. متحيرة بالوطن ما يحصل له قعر، هلا تدمعه ولا صاد فوق القبر صدره يبكي وينادي في أمان الله يا زهر. مكسر قلبي من رد لقبر خياه وقلب ابن الموقف، خسر على قبر العضيد يعلم الله. بحزان قلبي يوم صاح ودعتر، هذا يا خويا اللي سمع بذبحي من قبل تكوين.
خرج الحسين من المدينة. نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، نسألك اللهم بهم أن تعجل لولي أمرنا الفرج، تجعلنا من أنصاره في غيبته وحضوره. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فك كل أسير، رد كل غريب، اشف كل مريض، أغني كل فقير، أيد اللهم وسدد علماءنا العاملين، نفس اللهم عن المكروبين، اقض لنا وللمؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من سألنا الدعاء، حوائج الدنيا والآخرة، وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والخطباء والشهداء ومن مات على الإيمان، وموت الحاضرين والمؤسسين، للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات. مع إمام منصور نطلب ثاره.